مرحبا بحضراتكم، جد الترحيب بكم اعزائنا المشاهدين في اولى فقراتنا الفنيه النهارده. كل سنه وانتم طيبين. معانا فقره فنيه ولا اروع، صوت في منتهى الجمال، شاب جميل الخلق والصوت وله الحان جديده وله جو جديد، لكن ما بينساش ابدا الفن الاصيل، ما بينساش ابدا مطربنا العظام، ما بينساش ابدا اغانينا الحلوه، وبيعمل دائما في كل حفلاته الميكس الجميل ده الحلو بين الجديد وبين القديم، ودايما تلاقي يعني كل اللي موجودين يقدروا يتفاعلوا معاه بشكل ممتاز جدا. انه النجم الفنان احمد شرباجي، برحب بيك. كل سنه طيب وانت طيب يا محمد. عيد سعيد عليك. عيد سعيد عليك يا رب، وعلى مصر كلها يا رب. يا رب. على فكره احمد صديقي، يعني بعيدا عن الفقره، يعني هو احمد صديق كمان على المستوى الانساني، كمان حد جميل جدا، منورني النهارده. وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا محمد وانت طيب يا حبيبي. عايزك تعرف الناس اكتر باحمد الشرباجي. احمد الشرباجي اصلا منين؟ يعني قصه وجودك على الساحه الفنيه ابتدت معاك ازاي؟ انا اصلا منين؟ انا اصلا من مدينه بورسعيد. جيت القاهره للدراسه. ما درستش موسيقى اكاديميه في الاول، يعني درست كمبيوتر ساينس في الاول وبس، وبعدين بدات في الموسيقى العربيه وفرق اصول الثقافه. تعلمت على ايدين يعني اساتذه ومدرسين من معهد الموسيقى العربيه وبس، ويعني الحمد لله مشيت في الطريق وربنا كرمني، ولسه عامل اغنيه قريب ان شاء الله، شغال في يعني اكمل الالبوم ان شاء الله باذن الله. يعني انت اصلا بورسعيدي؟ سواحلي يعني. سواحلي. وانا اسكندراني. حلو كده كده كده. النهارده ايه؟ والله الغداء ايه النهارده بقى؟ الغداء لا، انت اللي هتغدينا، ما احنا عندك البرنامج. تمام. طيب خلينا ما نضيعش وقت ونسمع كده اول اغانينا النهارده. شوف اختار لنا اي حاجه على ذوقك النهارده، اليوم كله على ذوقك. طيب انا اقول حاجه لعبد الحليم. يلا اوكي. انا كل ما اقول التوبه. حلو.
في الجو الحلو ده والاغاني الطربيه الجميله. هقول لك حاجه على الاغنيه دي. الاغنيه دي يمكن كانت لما طلعت كانت بسبب ان الابنودي ابتدى يعمل شغل جامد قوي مع محمد رشدي وابتدى صيتهم يذيع مع بعض، فعبد الحليم انتبه لهذا الموضوع وكان اول تعاون بين الابنودي وبين عبد الحليم. بس لما طلبها منه قال له لو سمحت اعمل لي حاجه بس مش شبه من بتوع صاحبك، يعني بلاش، مش عايز اطلع شبه يعني محمد رشدي في الاغنيه، يعني عايزه يطلع شعبي بس ايه على ذوقي او على ستايل عبد الحليم حافظ. فكتب له الاغنيه، وبعد ما اتكتبت طبعا راحت لعلي اسماعيل الموزع الجميل طبعا والحان بليغ اللي حط فيها الترومبت بقى والبراس سيكشن والموسيقى النحاسيه اللي انت بتسمعها على طول اغنيه. ولعلمك ما عجبتش الابنودي وبيقول عليها من اسوأ الاغاني اللي كتبها في حياته رغم نجاحها الكبير جدا. قصص كتيره قوي بتقودنا لسؤال برضو، هذا الزمن الجميل اكيد اثر فيك منه مطربين وتاثر منك، يعني تاثرت بشعراء تاثرت بملحنين، الزمن ده بيمثل لك ايه؟ طبعا يعني تعقيبا على كلامك، هو طبعا الابنودي وبليغ برضو يعني هم يعني ممكن تقول هم عملوا لون لرشدي. صحيح. ويمكن اللون ده اتاثرت بيه المزيكا في الوقت ده. كان اول تعاون ما بين بليغ وحليم كان في تخونه، كان قبل بفتره كبيره. صحيح. بس كان لون برضو مختلف، مش زي اللون ده، مش زي ما بعد رشدي طلع زي ما انت بتقول، واللون خد اتغير. صحيح. الشعبي ده 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 الشعبي بالزبط. بتاعنا المصري ده. ولو ان عبد الحليم حافظ يعني خده بشكل تاني برضه زي ما انت قلت، يعني هو شعبي بس بسكه برضه عبد الحليم اللي هي الرومانسيه والاحساس. أيوة. الجميل العالي ده. صحيح. بس فطبعا عبد الحليم مدرسه غنى ومدرسه احساس، وانا استفدت منه كتير جدا في كل حاجه، في الغنى وفي الاحساس. وطبعا هو ذكي جدا وفنان شامل. طبعا يعني بليغ طبعا مزيكته رائعه. لا بليغ ده كارثه كارثه. والابنودي كمان اكثر من رائع. صحيح. وهم دويتو قوي جدا على فكره. طبعا يمكن طبعا. حتى نفس المثلث ده هو اللي بعد كده لو تفتكر عمل لنا اغنيه عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا يعني ظهر الشجر الشهر. وعشان نتوه في السكه شالوا من ليالينا القمر، الاغنيه الشهيره اللي طلعت بعد النكس على طول. لكن هي كانت برضو من انتاج المثلث الجامد قوي ده، الابنودي وبليغ وعبد الحليم حافظ. خليني برضو اقول اكيد في شخصيات تانية اثرت في صوتك. كنت تسمع مين وانت صغير في البيت دايما؟ كان مين اللي شغال؟ بص هقول لك على حاجه. خليني اقول لك، وانا صغير يمكن كان سمعي مختلف عن دلوقتي. يعني انا ما بداتش اسمع القديم غير لما نضجت شويه. ودي يعني ما اعرفش، دي ظاهره بتحصل كتير ان الشباب الصغير بيسمعوا مزيكا اللي طالعه، بس بعد كده لما بيبدا ينضج وذوقه يعني يكتمل يبدا يسمع بقى الحاجات الاصيله بتاعتنا. فانا يعني ممكن اقول مثلا في بيتنا اتربيت سمعي على اذاعه القران الكريم، على الشيوخ بتوعنا الشيخ النقشبندي والشيخ المنشاوي. دول مدارس موسيقى دول. طبعا. بس فالواحد الحمد لله رب العالمين طلع يعني ودانه مظبوطه كده بالفطره الحمد لله رب العالمين. بس بعد كده بقى عبد الحليم طبعا، عبد الوهاب. مدارس طبعا، عبد الوهاب هو الاستاذ يعني. طب وفتره المراهقه يعني كنت بتحب على على اغاني مين؟ بص اكيد مش عبد الحليم يعني. لا هو عبد الحليم بدا معايا بدري شويه. عبد الحليم كان اول حد بدات اتشد له. عبد الحليم وفيروز كمان. طبعا فيروز جدا. طبعا جميله الجميلات. بس طبعا يعني نجوم الجيل طبعا كان يعني الفنان الجميل عمرو دياب، الناس كلها عمرو دياب طبعا راقد علامه طبعا. يعني تحس ان احنا جيل حميد الشاعري وافرازاته. طبعا طبعا. يعني طبعاً. احنا الجيل بتاعنا اللي هو وصل الاربعينات ده يعني. هو انت بس يمكن اصغر شويه، يمكن تكون اصغر شويه ما كسرتش، بس هو الجيل بتاعنا ده اللي هو ايه، جيل حميد الشاعري وافرازاته يعني، وكل اللي طلع من ورا منه بقى، مدرسه حميد الشاعري اللي منها عمرو دياب، وخدوا بقى منها مصطفى قمر وايهاب توفيق ومحمد فؤاد، الجيل ده كله كاملا يعني. طيب خلينا ما نضيعش وقت ونسمع منك حاجه. يلا اختار. طيب ممكن نقول حاجه لراغب؟ هنقول بعشقك. راغب. طبعا طبعا. بس طبعا. منزل بس يعني. اغنيه بعشقك لراغب علامه ان شاء الله. حاضر. طيب لحد ما نجهز بالاغنيه كده. راغب.
يمكن احنا عصرناه واحنا صغيرين وكبرنا مع اغانيه يعني، ولكن بتحس ان هو عمره ما كان له، ما حصرش نفسه في قالب معين، دايما متنوع دايما متجدد. فده بيقودني سؤال برضو، ازاي النهاردة الفنان يفضل دايما متجدد؟ كل واحد ممكن يكون نجم النهاردة، بس اصعب حاجة في الدنيا انك تحافظ على وهجك او على لمعانك او على نجوميتك لفترة طويلة. النهاردة ناخد من راغب علامة درس في ايه؟ انت قلت حاجة، التجديد لازم تكون متجدد، لازم يكون عندك ثقافة فنية تعرف العالم رايح فين، الناس المزيكا واصلة لايه. مش مجرد الفنان نجح ووصل للنجومية يبقى هو امتلك جمهوره، لا ده اكبر غلط. يعني طبعا انا يعني بتعلم من خبرات الناس اللي قبلي، لازم الفنان يسبق العصر، مش يكون ماشي معاه، لازم يسبق، يبقى ليه نظرة سابقة الوقت اللي هو فيه. بس واي فنان ناجح كده ما يستناش لحد ما الدنيا تسبقه ويبدا يحاول يوصل لها، لا لازم هو اللي يسبق. طيب كان الجديد ايه يعني، او ايه الجديد؟ كان يمكن الجديد زمان في اللحن، النهارده الجديد بقى في مدخلات كتير قوي، الجديد بقى في اللبس، والجديد في الاكسسوار، الجديد في الدعايه، الجديد في الفيديو كليب، يعني بقى الجديد في ايه النهارده؟ هو بص، عشان في مستجدات كتيره اللي هي الميديا والسوشيال ميديا وكده، فطبيعي يعني انا شايف انه اي عمل فني لازم يتخدم كويس. يتخدم ايه؟ انت عندك لحن كويس طبعا، في صوت حلو يؤديه وتوزيع كويس، لازم برضو المطرب يبقى مثلا هيصور بشكل كويس، لبسه يكون متميز طبعا، كل ده مهم، ويتسوق اعلاميا بشكل كويس. اعتقد احنا مشاكل الشباب النهارده كلها مع التسويق، ما عندناش خبره، ولا ما عندناش ناس محترفين فيه، ولا ما عندناش حد بياخده بشكل احترافي عشان يجيب النتيجه المرجوه. بص يعني هو ده هيودينا لنقطه ثانيه، هي مشاكل الانتاج بشكل عام. وهو في مشاكل في الانتاج دلوقتي، يعني عشان مثلا ما فيش بيع كاسيت، فعشان كده التسويق اللي بيعملوه ناس مش محترفين. فزمان لما كان في انتاج، شركات انتاج، كان في ناس متخصصه بالتسويق بس. انما دلوقتي الانتاج مفيش بيع كاسيت، فمفيش صحيح، محدش بيروح لا يشتري سي دي ولا كاسيت، دلوقتي الناس كلها بتنزل اغنيه من على الانترنت بالظبط. فتلاقي الستار هو اللي يعمل لنفسه الالبوم، هو اللي يكلف، فطبيعي بقى تلاقي الموضوع مش زي الاول. يعني الاول كان بيبقى في شركه قائمه على النجم، على المنتج بتاع النجم ده، المنتج بتاع صحيح. الشركه بس. فدلوقتي يمكن هو يعني يمكن ده يكون المشكله ترجع لموضوع الانتاج، المشكله ترجع لموضوع الانتاج. طيب نرجع برضو لموضوع مهم جدا يا احمد، يمكن انت معرفش يعني هل كان حظك سعيد او لا، انك تخش او تخوض تجربه الاعتماد في الاذاعه او في التلفزيون، وده كان دور بيقوم بيه الاذاعه والتلفزيون ايام ما كانوا بينتجوا وكانوا بيطلعوا اغاني. لان انت هتلاقي ان 90% من الاغاني بتاعت زمن العصر الجميل انتاج الإذاعة المصرية، يعني الإذاعة دفع ثمن اللحن ودفع ثمن الملحن ودفع أجر المطرب وتمتلك الأغنية. كان ده دور بتقوم بالإذاعة، يمكن الإذاعة تقهقرت عن هذا الدور أو تراجعت عنه بشكل كبير جدا. فأنت شايف أهمية رجوع الدولة مرة أخرى لتفريخ مواهب جديدة، لأنها تتبنى مواهب، لأنها تنتج أغاني جديدة زي ما كانت بتنتج زمان، هل ده مهم النهاردة ولا كفاية علينا القطاع الخاص والمنتجين والمجهودات الخاصة يعني؟ بص هقولك حاجة، الفن هو القوة الناعمة للدولة، فلا طبعا الدولة تعمل كده والإذاعة تعمل كده. أقوى وقت فنيا مصر عاشته لما كانت هي الإذاعة هي اللي بتنتج، وكانت استوديوهات هي استوديوهات الإذاعة اللي شغالة. فده يعني انا رايي ده يا ريت يرجع تاني، يا ريت العصر ده يرجع تاني، وهنرجع فعلا. يعني هي انا بقول هي رياده من مصر في كل الاوقات، صح. يكفي ان كل العرب بيغنوا باللهجه المصريه، فالرياده من عندنا، لكن برضه هتبقى اقوى، اكيد هتبقى صحيح. اقوى صحيح. يعني حتى مهما الموضوع اختلف وبقى فيه مثلا بقى في قنوات خاصة، بقى في قنوات حتى مش مصرية، بس برضو الريادة من هنا وهتفضل إن شاء الله من هنا من مصر بإذن الله. وده دور مهم جدا لازم تقوم بيه الدولة النهاردة،
اولا السوبر ستار النهارده لما بنيجي في يعني في اتحاد الاذاعه والتلفزيون بنحاول نتواصل معاه عشان نعمل معاه حفله او نعمل معاه سهره، اول سؤال بيقول لك يعني هاخد كام، وده بقت اللغه السائده النهارده. وبعدين انت مالكش فضل عليا كتلفزيون مصري ولا كاذاعه مصريه، انت مالكش فضل عليا، انا طلعت بمجهودي وانتجت بمجهودي وتعبت بمجهودي، انت مالكش اي دور في نجاحي، فازاي عايزني اشعر بالفضل واجي لك ببلاش، انا بره بيدفعوا لي فلوس. دي لغه مش حلوه بس هي حقيقه، يعني لازم نفهم ان توقف الانتاج في ماسبيرو، توقف الدوله عن انتاج اغاني جديده، عن مسلسلات جديده، وبعدنا التام عن نجومنا هيخلي في قطيعه بعد كده، مش هنعرف لا نلجا لهم في حفلات ولا نلجا لهم في مقابلات ولا حتى عارفين ناخد منهم مداخلات. لازم التلفزيون والاذاعه المصريه يرجعوا ينتجوا تاني ويفرخوا نجوم، يبقوا ابناء مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يبقوا ابناء وقت ما يطلبهم يلاقيهم، يسدوا معاه في كل المناسبات، يسدوا معاه في كل الاحتفالات. لازم الاذاعه والتلفزيون وماسبيرو يرجع تاني، لازم، ده موضوع ما فيهوش كلام. مش عايز اضيع وقت كتير معاك بقى في الكلام، ونسمع منك اغنيه حلوه اكيد. هنقول حاجه مصريه كده بريحه مصر. ايوه مصر الزراعيه، احنا كمان يعني مصر الزراعيه بيسمعونا بقى الاقصر الصعيد. 56% من سكان مصر مزارعين، دول بقى خد عندك من اول اسكندريه لحد اسوان. تمام، هنقول الاقصر بلدنا. الله عليك، بلد سواح، بلد السكر. ايوه نعلي بس الاقصر علي ميوزك المتسمع. الاغاني اللي ما بتموتش دي الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أيوة على أرضها مختار يا اسطى، دول مبسوطين آخر بسطة. على أرضها مختار يا اسطى، دول مبسوطين آخر بسطة. ولف بينا أي والله أجمل مدينة. صحيح والله. ولف بينا أي والله أجمل مدينة. صحيح والله. مش برضو منها يعني من الوسط نردها لك في الأفراح، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. الأقصر بلدنا على الخرطة، ينحط من تحتها شرطة. شايفين مكانها أي والله ما بين جيرانها. صحيح والله. شايفين مكانها أي والله ما بين جيرانها. صحيح والله. زي الشموع حوالين تورتها، والشمس تطلع كل صباح
بفرحة وبدمع تروح لفراق بلدنا. اقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أغاني ما بتموتش دي طبعا، دي أغاني ما بتموتش طبعا. اه والله صحيح طبعاً. وبصراحة يعني كمان خلينا يعني ندي كل واحد حقه وندي تحية خاصة جدا للفنان محمود رضا. بجد فرقة رضا دي من الفرق اللي شالت تراث مصر بشكل كبير جدا، وحملت وحفظت رقصاتنا من الاندثار. النهارده بقينا بننزل يعني بقت الرقصة البنبوطي والرقصة الاسكندراني والرقصة البورسعيدي والسمسمية ما بقيناش بنشوفها غير في الزفة النهارده. فاعتقد ان وجود الفرق دي او انشائها في ذلك الوقت ولسه ممتد لحد النهارده لسه بيحافظ على هذا التراث. طبعا بيحافظ على التراث، وهي دي هويه الشعب المصري الجميل. انت قلت كلمه حلوه قوي عجبتني بصراحه، هي دي القوه الناعمه بتاعت مصر. طبعا صحيح طبعا. انا عارف يا احمد ان انت ليك جمهور كبير جدا وليك جمهور كمان كتير قوي من العرب، يعني انا عارف ان انت في الاماكن اللي بتغني فيها وفي حفلاتك اللي انت بتقيمها دايما بيبقى لك جيست عرب. يعني انا عايز اعرف، لان في ناس بتشكك النهارده بتقول المصريين بقوا هم بيسمعوا عرب ما بيسمعوش مصريين، فيعني عايزين تفهمونا ان في عرب بيجوا يسمعوا مطرب مصري، فعايزين نطمن الناس برضو. يعني زي ما احنا برضو بنسمع حسين الجسمي برضو هم لسه بيسمعوا احمد شرباجي على فكره. اه والله الراجل ده شاطر جدا واصدقائه من العرب كتير، فعايزينك برضو تكلمنا على الموضوع ده. يعني بص انا شايف ان دي من النعم اللي ربنا حبانا بيها ان احنا لساننا واحد، يعني احنا والاخوه العرب، ودي حاجه جميله جدا. يعني شوف حتى اوروبا رغم التقدم اللي هو فيه اللي هم فيه، بس الدول يعني لازقه في بعض، كل دوله بتتكلم لغه تانية خالص وليها ثقافه وحضاره تانية. احنا الحمد لله رب العالمين ربنا ادانا الحاجه الجميله دي. بس فحاجه جميله جدا لما تلاقي مثلا حد جاي لك من بلد تانية بيتكلم نفس اللغه نفس الثقافه، دي حاجه رائعه. فهم طبعا العرب والخليج العربي بالذات بيحبوا بيعشقوا الفن المصري، وهم عندهم فن جميل برضو. الغنى الخليجي رائع جميل طبعا، والايقاعات عندهم مختلفه خالص عن الجو عندنا. بس طبعا هم بيعشقوا الفن المصري جدا. يعني على فكره تعرف انهم سمعت ام كلثوم؟ انا يعني بسمع احيانا اسامي اغاني لام كلثوم انا ما اعرفهاش، وتلاقي واحد سعودي او واحد كويتي او واحد بتاع عارفها وحافظها وعارف مين الشاعر ومين الملحن. الخليج بيعشق ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب طبعا. حقيقي؟ طبعا حقيقي. ويعني بيجوا ساعات هم بيطلبوا ساعات برضو اغاني لفنانين عرب عندهم برضو فنانين طبعا اقوياء طبعا جداً. اقوياء مش هنقول عندهم عندنا يعني في فنانين عرب بشكل عام، يعني مش هنذكر اسامي عشان ما ننساش حد. بس هما بيجوا طبعا بيبقى في بقى هنا ميكس ما بين الاغاني الخليجي والاغاني المصري. بس وكلها اغاني عربي طبعا. طب يعني طب احنا لو اتكلمنا مثلا عن اكتر طلبات الاخوه الخليجيين او العرب من الاغاني، هنلاقيها في الاغاني المصريه، هتلاقيها متركزه في القديم ولا بيطلبوا الاغاني المصريه الجديده؟ والله كله كله. الاغاني الجديده بتطلب برضو، والاغاني القديمه اللي هي مش يعني هي ما بتقدمش. هي الاغاني اللي لحد دلوقتي بتتقال. يعني ممكن تقول برضو الحاجات التراثيه اكتر. الحاجات التراثيه بيحبوا الحاجات التراثيه. طيب اعزائنا المشاهدين، احمد شرباجي عامل اغنيه اسمها تدلع، اغنيه حلوه قوي قوي قوي. انا سمعتها وحضرتها وهي بتتسجل وشفتها في الاستوديو وهي بتتهندس، يعني شبعت منها وعجبني جدا اللحن وشد انتباهي. انا بستاذنك تسمعنا بقى الاغنيه. حاضر بتاعتها. انا بس عايز اقول بس يعني مقدمه عشان يعني نوفي للناس حقهم، وهي كلمات الشاعر الكبير عاصم حسين. الله. انت وعدتني انه هيجي معاك النهارده. هو بس اتشغل عنده شغل. بس هو وعدني ان شاء الله قريب هيكون موجود. عاصم حسين حد يعني جميل، فنان جميل، ولو مجموعه كبيره جدا من الاعمال. اعتقد عامل صابر الرباعي. عامل حاجات كثيره الفنانين كثير. صابر الرباعي ورغب علامه واصاله وناس كثير. طيب حلو، خلينا نسمع كلمات عاصم حسين. عاصم حسين ممدوح صلاح، فنان ملحن ممدوح صلاح، توزيع مادو.
احمد صالح هندسه صوت. احمد صالح توزيع، احمد صالح هندسه صوت، احمد رمزي والهندسه صوت احمد رمزي. دول على دول على دول صحابي بقى. لازم اقول اساميهم عشان صحاب. محمد تركي. طيب اوكي، يلا بينا نسمع الاغنيه مع بعض ونستمتع بيها، هتعجبكم، اغنيه حلوه قوي. شياكة قوي قوي تتحبوا اللي حصل، خفة وجمال ولطفة قوي قوي، سكر بزيادة عسل، تقلي ودلال بشياكة قوي قوي تتحبوا تتدلع، وانا قلبي ولع ويميل بالشكل ده، انا عاشق والغن متلوع وعجبني الحال كده، حيلة يا عيون جميلة دبت في هواها وغرامها فيه أمل، عاشق وصابر راضي بقليلي وشه أعذابه على قلبي زي العسل، أنا مالي حيلة يا عيون جميلة دبت في هواها وغرامها فيه أمل، عاشق وصابر راضي بقليلي الله عليك. الله، جميلة جميلة يا أحمد، جميلة الأغنية، حلوة جدا. أنا بس يعني عايز أسألك سؤال غريب شوية، كل الشباب النهاردة اللي بيجوا يلحنوا أو بيجوا يختاروا ألحان دايما تلاقيهم بياخدوا الألحان الغربي، الإيقاعات الغربي، المقامات الغربي، يعني أنت واخد برضو المقسوم المصري بتاعنا مع مقام الحجاز اللي هو الشرقي الجميل ده، ما خفتش وأنت بتختار اللحن ده؟ انا خفت منك دلوقتي عشان انت فاهم مزيكا كويس قوي وحطيت ايدك على المقام وحطيت ايدك على كل حاجه دلوقتي. لا يعني بجد انا بصراحه ببقى متشوق ان انا اسمع لحن شرقي دلوقتي، بقيت يعني بسمع البومات الفنانين الكبار، بقيت نفسي في حته مقسوم يعني، او نفسي في الايقاعات بتاعتي، نفسي اسمع مقام شرقي يا ربي.
فببقى سعيد جدا بالتجارب دي. هقول لك على حاجه في حاجه انا مش عارف هي بتفوت على الناس ولا ايه، بس المقسوم الايقاع المقسوم ما بيقدمش. صح، كل الهاوس والترانس والمش عارف ايه الحاجات دي موضه لوقتها وبتعدي. احنا ما ينفعش ندخل في الموضه بشكل كبير لدرجه ان لما الموضه تروح الاغاني تروح. صح، انت فانما المقامات بتاعتنا دي هي مقاماتنا، والايقاعات الشرقيه دي عمرها ما هتروح. يعني حتى لو تلاحظ ان مثلا في كل البوم للمطربين مثلا ممكن تلاقي اغنيه او اغنيتين مقسوم ومزيكه الوقت اللي موجوده، انما على مر الزمن لازم المقسوم موجود كل سنه. مقسوم ممكن يبقى فيه تغييرات خفيفه بس هو موجود من ايام برضو، من ايام مثلا لو عبد الحليم حافظ ووردة، هو ده وما بيقدمش ومش هيقدم وهيفضل على طول. صحيح، يعني الناس بتطور. يعني شفنا عبد الحليم لسه كنا بنتكلم على اغنيه التوبه، هي اغنيه اصلا كاتبها يعني الفنان شعبي عبد الرحمن الابنودي، واللحن اصلا برضو من نفس المقام برضو بالمناسبه، يعني مقام الحجاز ولحن شرقي. هم طوروا شويه، حطوا الساكس وحطوا مش عارف ايه وترومبت وترومبون والحاجات دي النحاس ديت، ولكن ده وعبد الحليم يعني وفوزي اكتر واحد في الدنيا طور في الموسيقى، وجاب اندريا رايدر وجاب اعظم الموزعين وعمل اغاني اكابيلا من غير اصلا فرقه موسيقيه خالص زي اغنيه ارحمني وطمني. ورغم ذلك رغم كل هذا التطور كان دايما لهم اغانيهم من الوحده الكبيره او من الملفوف او من المقسوم، المقامات الشرقيه والايقاعات الشرقيه. ليه احنا فقدنا هويتنا اللحنيه؟ الله اعلم. ليه فقدنا هويتنا في الاغاني؟ الله اعلم. بجد احمد السرباجي عامل تجربة حلوة جدا، بتمنى ان كل الفنانين يستفيدوا منها. طوروا زي ما انتوا عايزين، اعملوا الشكل الحديث وقولوا الكلمات الجديد، واعملوا كل المقامات الغربية واستخدموا الجيتارات والالات الالكترونية والكهربائية زي ما انتوا عايزين، لكن لو سمحتوا حافظونا على مصريتنا في الاغاني حتى ولو باغنية او باغنيتين في كل البوم. حافظونا على المنطقة دي عشان المنطقة دي هي شخصيتنا، لو راحت بعد كده مش هتبقى عارف احنا بنسمع اغنيه سوريه ولا مصريه ولا اردنيه ولا احنا ولا اغنيه من امريكا ولا هي اصلا اغنيه اسباني ولا دي اغنيه ايطالي ولا اغنيه هندي. بقينا بنعك جامد جدا وهويتنا بتضيع. انا بشكرك بجد ان انت يعني بتحط ايدنا تاني على اللحن المصري، احنا مفتقدين ده فعلا. انا زي ما بقول لك الالحان الـ 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 الحاجه الحلوه بتعيش. صحيح، والالحان الـ 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 المصري واللون بتاعنا مش هيموت، بالعكس بالعكس. هو مهما الموضه خدتنا دايما ده اللون، ده اللون بتاعنا بيرجع تاني يظهر تاني. احمد، دي اول اغنيه سنجل ليك بقى؟ دي اول اغنيه. طب ناوي تكمل لنا الالبوم؟ ناوي تعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ماشيه سنجلات كده؟ لا، هتبقى يعني ممكن مثلا حاجات سنجلات وتنزل وبس. هو ده حاليا يعني دي الخطه ان شاء الله. بس وفي تعاون ان شاء الله مع برضو ملحنين وشعراء، يعني ناس اسامي وفنانين كبار باذن الله ان شاء الله. بص، انا فاضل لي 5 دقايق وطبعا لازم هختم باغنيه، لكن قبل ما اختم عايز نصيحه منك للشباب النهارده اللي شايف في نفسه موهبه. الشباب اللي مالي مصر كلها، يمكن انا من اسكندريه وانت من بورسعيد وعمرو دياب من بورسعيد، وهنلاقي فنانين محمد فوزي كان من طنطا، يعني برضو هتلاقي سبحان الله الفنان ده هتلاقيه رحال وبيلف البلد. النهارده الفنانين اللي في الاقاليم والفنانين اللي في المحافظات تنصحهم بايه؟ يتحركوا ازاي؟ والله بص هقول لك على حاجه، انا يعني انا برضو هقول من وجهه نظري، انا يعني انا نفسي لسه بقول انا في بدايتي، واكيد انا برضو يعني مش على درايه بكل حاجه، كل انسان بيتعلم. بس انا انصح اي حد سواء في الفن او في غيره بالدراسه والعلم. ما تكتفيش بالموهبه. برافو عليك. وابدا من بدري، ما تضيعش وقت. وبس وكل واحد حابب حاجه ياخد الخط ده. يعني ما يبقاش انا مثلا انا هطلع فنان، ادخل كليه هندسه وفي الاخر هبقى موسيقي. لا، طب ما ادخل موسيقى من الاول. انا مثلا عايز ابقى تاجر، ادخل طب. لا، يعني نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها، تعالى ما نضيعش وقت. بس من الاول تعالى ما نضيعش وقت، وكل حاجه بالعلم وبالدراسه هتوصلك اسرع، وهتوصلك هتتقدم فعلا. صح. بس صح. فانا انصح اي حد ان هو
يدرس. ده افضل حاجه. طيب انا عايز اطلب منك اغنيه بقى نقفل بيها بعد اذنكم يا جماعه. عايزين نقفل على كعب الغزال لو سمحتوا بقى، عشان احنا برضو مصر الزراعيه والناس اللي بتتفرج علينا دي يعني برضو لازم نديهم حقهم. عارف هم يعني كيفيه رشدي بيموتوا في رشدي في كعب الغزال. احمد الشرباجي كل سنه وانت طيب، عيد سعيد. احمد الشرباجي انت نورتني، لحنك جميل واخلاقك جميله ووشك جميل والفقره كانت اكثر من رائعه معاك، وشكرا لحضورك النهارده وعيد مبارك عليك بقى ان شاء الله نشوفك العيد الجاي. كل سنه وانت طيب يا محمد. انا اللي متشكر جدا والله، وانا سعدت بيك وبالحلقه وبشكرك، وان شاء الله نتقابل تاني في قريب ان شاء الله باذن الله. شكرا. يلا سمعونا بقى يلا. كعب الغزال.
نرجع مع النجم احمد صبري كمان فنان جديد لسه متواصلين معاكم في سهرتنا تستمتعوا بيها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. نطلع على فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. تابعونا.